مساء الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد ووقفة طبية جديدة. أغلب الأمراض وبالذات أمراض البطنة في وقتنا الحالي علشان تتشخص بشكل دقيق وصحيح بنحتاج عملية منظار. طبعا كلنا لما بنسمع عملية المنظار بنتخض وبنتخوف جدا، أو البعض والكثير منا يعني بيعتبر أنه موضوع كبير وسيريس. هل المنظار يعتبر جراحة صعبة؟ هل ممكن الدكتور يشخص المرض بدقة من غير المنظار؟ وإيه أهمية المنظار في عملية زي عملية بالون المعدة وعمليات السمنة عموماً؟ وهل المنظار حل لمعظم مشاكل السمنة؟ وممكن يحمينا من عمليات جراحات السمنة اللي بقت نسبة نجاحها عالية ونسبة الخطر بقت ضعيفة جداً؟ خليكم معانا، كل الكلام ده هنعرفه بالتفصيل النهاردة مع دكتور أحمد إسماعيل، أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير بمعهد الكبد وزميل الجمعية البحثية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد. محاورنا إيه دور مناظير المعدة في التخسيس، وإيه بقى تفاصيل عملية بالون المعدة، وما بعد العملية التعليمات اللي المفروض يلتزم بها المريض. مساء الخير يا دكتور، نورنا. نتكلم في الأول عن منظار المعدة، بيستخدم في التشخيص وبيستخدم في العلاج. نبتدي بالتشخيص. أولا هي المناظير مش بس منظار معدة، يعني في أنواع كتير. الجهاز الهضمي، خلينا الجهاز الهضمي عامة، مناظير المعدة ومناظير القولون. احنا هنتكلم بشكل يعني الأول عن منظار المعدة. منظار المعدة كل ما بيطلب من العيان بيتخوف، بيحس إن هو داخل يعمل عملية كبيرة قوي. بالظبط. في حين المنظار اسهل ما يكون، لو يعني هي بتختلف بس ثقافه الناس نفسها. يعني مثلا في شعوب مثلا زي شعوب الصين ومثلا جنوب شرق اسيا، عمليه المنظار بالنسبه لهم ما بيحتاجوش حتى بنج الرش. يعني انا كان عندي عيان صيني رفض ان هو ياخد بنج رش موضعي في البق، من كتر ما هم متعودين ومعتبرين ان هي عمليه، لا ثقافه الشعب هناك عارف يعني ان هو الموضوع سهل، بسيطه وسهله. لا هو عارف الموضوع سهل، ما بيقولوش عليها عمليه يعني. بالظبط، لان هو عباره عن، يعني المنظار عباره عن ايه؟ عباره عن كاميرا متوصله بخرطوم، عامل زي ماده زي الكاوتش او الرابر، يعني طري جدا، رفيع جدا بحجم القلم اللي احنا بنكتب بيه، بيخش من البق اللي هي سكه، يعني سكه الجهاز الهضمي، سكه واسعه جدا بتعدي الاكل، عمليه زي كانك بتبلعي اكل. فالموضوع مش محتاج بنج او محتاج حاجه، ومع ذلك احنا هنا في مصر ثقافتنا شويه ان احنا كل اي اجراء لازم يتعمل لازم ياخد له العيان بنج او حاجه، زي امريكا بالظبط. يعني امريكا برضه نفس كده، الثقافه هناك كده، لو راح لدكتور السنان يحشي ضرس، لا اديني ايه بنج كلي او درواخني او اديني اي حاجه، ايه ثقافه الشعب نفسها عامله ازاي. غير كده احنا عندنا هنا في مصر مرض الكبد دايما ارتبط ذهن العيان بان المنظار ده، لو قلت العيان عايز منظار، ان هو مثلا عامل زي مريض الكبد المتاخر اللي عنده دوالي، ان هو هيعمل عمليه. يعني هو الناس تعودت ان عمليه المنظار ده هي عمليه بتعمل للعيان التعبان قوي اللي عنده دوالي مريء او دوالي معده او بينزف، فارتبط في ذهنهم المنظار ده بان دي حاجه كبيره جدا، في حين ان هو مش ابسط من ان هو خرطوم صغير ماشي في الجهاز الهضمي اخره كاميرا، الدكتور بيشوف بيه ايه المشكله يشخصها. لو بيشوف ادق المشاكل اللي ممكن تكون موجوده في الجهاز الهضمي بكتير، ولا في حاجات ما بيبينهاش المنظار؟ يعني المنظار يعتبر اعلى تقنيه طبعاً. واعلى تكنيك طبعاً للبحث والتشخيص. طبعا حضرتك لما اي واحد بيشتكي النهارده بالجهاز الهضمي لما بيروح الدكتور بيبقى تقريبا عايز مسكن، كانك داخل الصيدلي بتقولي اديني مسكن من عندك، انا عندي حته بتوجعني. لكن احنا ما نقدرش نشخص اي حاجه تقريبا في الجهاز الهضمي، يعني او طبعا في وسائل ثانيه للتشخيص بس طبعا مش دقيقه زي المنظار. يعني انت المنظار ده الجهاز الهضمي مشكلته ان هو كله هواء، وده بيحجب الاشعه، يعني اشعه زي السونار ما تعديش في الهواء. يعني في حاجات ما بتبينهاش السونار وبيظهرها المنظار، مش هيبين حاجه اصلا السونار، مش هيبين حاجه السونار، محتاجه سونار قوي جدا وحد تكنيكال عالي جدا، وده طبعا مش متوفر عندنا ومش متوفر كتير في الدنيا كلها، وبرضه لا زال المنظار لا غنى عنه، لان انت الطبقه اللي جوه بتاعت الجهاز الهضمي عامله زي الجلد. تخيلي مثلا ان في حته عندك ملتهبه او مثلا فيها حساسيه وانت لابسه هدوم بس عايزه اشعه تبين لك الحته دي، فعباره عن زي احمرار على الجلد. القرحه عباره عن جرح، هل انا مثلا يعني الجرح، بس طبعا الجرح في الجلد باين، لكن الجرح من جوه مش هعمل له اشعه، مش هيبان في الاشعه، وخصوصا ان الهواء اللي في الجهاز الهضمي بيحجب معظم انواع الاشعه، عشان كده يقول لك دايما في اشعه بالصبغه واشربي صبغه وبتاع، ولا زالت مش هتغني عن المنظار. طيب هل في اضرار؟ يعني في ناس ما ينفعش يتعمل لهم منظار مثلا، ولا اي حد ممكن يخضع للمنظار التشخيصي لامراض الجهاز الهضمي؟
المنظار نفسه كاجراء يعني ارفض ان انا اسميه عمليه، طبعا هو مش عمليه. هو كاجراء خلينا المنظار هو زي ما بقول لحضرتك كده، هو زي خرطوم بيخش مكان البق، بندخله ونوجهه يمين وشمال ونطلعه. فطبعا المنظار بس يعني زي بتاكلي، في حد بيتمنع ان هو مثلا ممنوع ان هو ياكل؟ اي حد يقدر يعني، اي حد. الفكره في البنج بقى، ايه نوع البنج اللي يتاخد؟ يعني زي ما قلت لك المنظار ممكن يتعمل غير بنج خالص. حسب تحمل الانسان، حسب نوع، حسب لو المريض مثلا فيه مشكله او حاجه. وازيك احنا بنخدر عينين الكبد عادي جدا. يعني البنج دلوقتي اتطور ان مثلا عيان الكبد اللي ما يفعلوش بنج ما يفعلوش حاجه بنقدر نخدره بننيمه كليا، بحيث ان هو ما يحسش باي مشكله، وهي المشكله الوحيده ممكن يحسها حاجه واقفه في زوره، مش الم، مش جرح، مش حاجه بس. طيب امتى بقى كطبيب حضرتك بتقول للمريض بتاعك لازم تعمل منظار؟ امتى بقول كده؟ احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك ان ثقافه الشعب ان هو بيبقى رافض المنظار، لكن انا لو عليا، لو اي طبيب جهاز هضمي لو لقى مشكله في العين يفضل ان هو يشخصها صح، ان انا اعرف حضرتك عندك مثلا تشتكي من دي، اعرف ايه المشكله. لكن طبعا المرضى المصريين بيرفضوا ان هم يعملوا المنظار مثلا في الاول، فاحنا بندي العلاج الاول وبنشوف هل المشكله مزمنه مش راضيه تخف، مش راضيه بتعلق، في الحاله دي لازم نعمل منظار. طبعا في حالات طبعا زي النزيف، او حالات مثلا زي مثلا ان حد بيخس بتاع، بنشك، عايزين نستكشف الاورام. الناس كمان مش عارفه ان اي التهاب في الجهاز الهضمي ممكن يقلب بكانسر بعدين بسرطان. فاحنا لازم نخش ونشوف. يعني احنا نبتدي لو الموضوع بسيط، او ممكن المريض يعني يعتبره بسيط، لكن هو ممكن ما يبقاش بسيط. يعني ممكن يبقى الموضوع بدايه لشيء ممكن يكون خطير. ناس صغيرين جدا، يعني كان عندي مرضى مثلا سن 22 سنه، بعد ما اكتشفناهم متاخر طبعا، كان ان الورم انتشر، اورام سرطانيه انتشرت. ليه؟ لان ده واحد راح الدكتور انا معدتي بتألمني، فالدكتور اداله مسكن او حاجه تهدي الحموضه، هدي شويه شويه فتره 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 لغايه ما طبعا ايه المرض كان انتشر. امراض الجهاز الهضمي كلها نفس الاعراض ونفس كلها، يا مغص يا حرقان يا الم، مفيش حاجه تانية مختلفه. فالكانسر زي الالتهاب، زي القولون العصبي. فانا النهارده عشان اقدر اشخص، زي اقول لحضرتك كده، النهارده المريض بيخش عايز مسكن مش عايز يتشخص. انت عايز تشخص حتى القرحه، حتى الالتهابات، حتى القولون، يفضل ان احنا نستبعد وجود اي مشكله كبيره الاول، ما كان يديك علاج عشان نعرف ايه هي المشكله. لكن انت بتخش الدكتور عايز حاجه مسكنه، لكن الدكتور ما قامش في التشخيص الا زي ما تقولي ايه نسبه الشك، ان انت صغير ومش عارف ايه، بديك الاول علاج قولون او معده او حاجه ونشوف ايه الاخبار. لكن طبعا الصح واللي هو مكتوب في الكتب ان اي مريض بيشتكي من مرض في الجهاز الهضمي، وخصوصا ان هو مش حاجه بقالها ايام او حاجه، لا بقالها فتره، يتجه على طول يعمل منظار. طبعا، حتى لو المنظار طلع نورمال، حتى لو طلع طبيعي، بس يبقى اطمن. بالظبط كده، بالظبط. وعرفنا ايه هي المشكله ومداها ايه وعلاجها هيستمر قد ايه. طيب نبتدي بقى نتكلم عن دور المنظار واستخدامه كتقنيه مهمه جدا في عمليات التخسيس. تمام، تحب تبتدي من ايه؟ اولا المناظير، مناظير الجهاز الهضمي بنسميها ناتشرال بادي اورفيس. يعني هم بيتجهوا ان يعملوا الجراحات كلها سواء كانت زايده مراره، في اتجاه دلوقتي ان كل حاجه تتم عن طريق منظار المعده او منظار القولون. ليه؟ لان انا ما عملتش جرح خارجي. يعني الفرق بين منظار المعده ومنظار الجهاز الهضمي ومنظار الجراحه، منظار الجراحه برضو بيؤدي الى جرح من بره، لكن لو عملت عمليه عن طريق الفم او عن طريق فتح في الشرج، اذا انا ما جرحتش العيان او قللت له فرصه الانفكشن او فرصه ايه الميكروبات. حاجه تانية، بدات طبعا الجهاز الهضمي لان هو العامل الاساسي في السمنه طبعا، طبعا جنب العامل الهرموني وجنب العامل العصبي والنيرفسنس وكده، فطبعا هم طبعا المناظير دلوقتي دخلت في عمليات كتيره قوي في التخسيس. طبعا الناس كلها سمعت عن بالون المعده، في انا اتكلم الاول عن الايه الحاجات الجديده. تمام. اللي دخلت في التخسيس، كان اتكلم عن بالون المعده. في جديد حضرتك سمعت عن تدبيس المعده اللي هي الجراحه. طبعا. طيب في عمليه دلوقتي ان هي تدبيس المعده عن طريق المنظار، اللي هو المنظار بيخش بدباسات بيشفط المعده لجوه، زي ما تقولي كده بيعمل فيها زي الشراب كده بيشفطها ويدبسها من جوه. طبعا اقل خطوره كتير قوي من تدبيس المعده اللي هو الجراحي. الجراحي اقل كتير من اللي كان بيتم قبل ذلك. طبعا. تدبيس المعده عن طريق الجراحه. طبعا. يبقى هنا احنا الجديد دلوقتي تدبيس المعده عن طريق المنظار. الصوره دي بتوضح ايه يا دكتور؟ الصوره دي بتوضح، شايف حضرتك المعده حجمها هو كل الحجم ده. ده بعد التدبيس ده حجمها بيبقى يحصل، يعني الدباسه بتخش تخلي المعده كلها قد القناه اللي هي ماشيه. ده مش طبيعي، ده بعد ما المعده اتدبست. يعني لو شايفه حضرتك هي طبعا بتتوصل على كده، معناها ان كل الحجم اللي ورا ده بتاع المعده اتلغى. تمام. دي القناه اللي ماشي فيها الاكل خلاص، بقت بالضيق ده، بدل ما بقت المعده قد كده بقت مجرد قناه.
طيب دي تدبيس المعدة عن طريق المنظار. بقية الجزء المتعلق بالمعدة موجود زي ما هو، لكن لا يتم الاستفادة منه. اه بالظبط. بالنسبة للأكل بالزبط. وال بالظبط. اه احنا محتاجين بس، خدي بال حضرتك ان احنا محتاجين بس ان احنا نعمل حتة نبطئ فيها الأكل. لو الأكل بطيء واقف في بطن أو معدة العيان واقف لفترة، ده بيديله إحساس بالشبع حتى لو بطأتيه. عشان كده في برضو مناظير جديدة ولسه طالعة وموجودة هنا في مصر حاليا حديثا، اللي هو حقن البوتوكس في المعدة. أهو ده كلام جديد خالص. يعني موجود. ده كلام ما لم يذكر في أي وقفة طبية معانا. هو موجود حاليا كمان في مصر. الفكرة في إيه؟ البوتوكس بيعمل زي شلل للعضلات، بيستخدموه إن هو يعني العضلات المنقبضة تبقى إيه؟ عضلات المعدة. فالفكرة جات لنا من أمراض تانية كنا بنحقن فيها بوتوكس برضو في المريء أو كده. فالفكرة جات إن هي لو حقنا عضلات المعدة والبوتوكس، فده هيخلي المعدة تتراخى، تبقى متراخية، فما تهضمش الأكل بسرعة، فبكده المعدة تفضل محتفظة بالأكل بتاعها فترات طويلة، وكده العين يفضل حاسس بالشبع. هي دي فكرة في البوتوكس. وتجربي طبعا على حيوانات قبل كده، وبدأت إيه في البني آدمين، بدأت إنها تتعامل في البنين، بس لازالت تحت بند الأبحاث. يعني لسه ما نقدرش ان احنا نقول نتعامل بيها بشكل كامل ولا ايه يا دكتور؟ هي ما خدتش موافقه منظمه الصحه وال طيب يعني هي لسه، خلينا نقول قيد البحث. قيد البحث بس شغاله، بس في ناس بتشتغلها يعني. في ناس بتشتغلها بس شغاله هي، بس لازم الفكره ان انا بدي باخد بس موافقه من المريض ان ده قيد البحث. ايوه بس هي لا شغاله يعني. لا شغاله لا شغاله ومثبته انها شغاله. مثبته انها بتخسس، بس منظمه الصحه او منظمه الدواء والاغذيه عشان توافق على اجراء بيفضل سنين يتجرب. ايوه طبعا بيفضل فتره ان هو يتجرب. وفي بقى تقنيات تانية برضو غير البوتوكس في المعده وكده، حاجه تانية زي تكميم المعده او تكميم الاثنى عشر. الفكره ان احنا نحط ده مش جديد، ده احنا بنتكلمين عنه قبل كده، انما ده البوتوكس ده جديد. لا البوتوكس ده جديد، ده جديد. والتكميم بالمنظار ده جديد. التكميم بالمنظار عن طريق المنظار. يبقى احنا الجديد عندنا بالمنظار. كل اللي بتكلم عليه ده هو تدبيس بالمنظار وتكميم بالمنظار. هنا بقى الصوره دي بتوضح ايه؟ ده التكميم بقى اللي بقول لحضرتك عليه، قلت عليه بالمنظار. بس ده في الاثنى عشر. تمام. الفكره حضرتك القناه البيضاء اللي ماشيه في الاثنى عشر ده بعد المعده بتبتدي حاجه اسمها الاثنى عشر. دي عباره عن قناه ماشي من الياف بتخلي الاكل يعدي بدون اي امتصاص، يعني بتعمل زي الكم بالظبط كده، ان الاكل يعدي فيها ما يمتصش منه حاجه. بتبقى طولها حوالي 60 سنتي، فزي ما تقولي كانك قصيتي جزء من امعاء المريض. فطبعا امتصاص من الاكل بيقل، فطبعا بتؤدي الى الخسسان او فقدان الوزن. تمام. طيب كل الحاجات دي برضو الى حد ما عيبها الوحيد ان لسه البيرسونال المتدربين عليها قليلين، يعني الناس اللي اتدربت عليها قليله، ولسه برضو قيد البحث. بتتقارن ما بينها وبين حاجات تانية كتيره جدا. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا حاجات تانية كتيره جدا لو قعدنا نتكلم عليها مش هنخلص. لان الفكره في ان انا اصغر حجم المعده او اصغر حجم الامعاء الدقيقه من جوه بالنسبه للمناظير تقنيه يعني ايه متوفره. ففي بقى انواع كتيره، وفي نوع مثلا حاجه زي الفراشه، جهاز كده عباره عن شبكه بتقعد في المعده. الفكره فيها انها بتجمع الاكل جواها وتحتفظ بيه وما يتهضمش، برضو نفس فكره انها تحط الاكل فترات طويله في المعده فالعيان يحس بالشبع. طب هو الفكره في حاجه، يعني التقنيات كتيره وحضرتك قلت لنا احدث كمان التقنيات اللي لم تذكر قبل ذلك، يعني هي دايما المريض او الشخص الانسان المشاهد اللي بيشوفنا عايز الحاجات الحديثه والاقل خطرا والاكثر امانا. دايما بيبقوا عايزين كده، السهل الاقل خطرا الاكثر امانا. حضرتك شايف ايه من كل ده؟ طبعا هي الاكثر امانا والاكثر انتشارا والاسهل، وبالذات للسيدات كمان، اللي هي بالون المعده. كويس قوي. ليه بقى؟ لان بالون المعده حاجه مؤقته برضو، لو واحده مثلا هتحمل او يعني هو عيب وميزه انها مؤقته. الميزه فيها ان لو واحده هتحمل او محتاجه فيتامينز وبروتينات او الحاجات اللي هي التغذيه اللي لازمه مثلا للحمل، بتقدري تشيلي ساعتها البالون في اي وقت، في حين ان مثلا عمليات الجراحه عمليات ما بترجعش تاني. ده البالون؟ ده البالون المعده. ده الحجم تقريبا اللي هو بيملاه في المعده. البالون طبعا قد ايه ناجح وقد ايه كويس. البالون لو حضرتك تعرفي مثلا البالون بدا فكرته من سنه 82، وبدا تنفيذه في الولايات المتحده سنه 86، يعني بتكلم في كلام من 30 سنه بالظبط. يعني كنت هقول لك مش جديد خالص، بس الفكره ان كل ماده بتتطور نوعيه الخامات بتاعه البالونه وحجم البالونه. تمام. يعني البالونه بدا تنفيذها وبدات تتركب في الولايات المتحده تقريبا من سنه 86. ايوه. وبدات الشركات بعد كده تخش فيها، كانت الاول صناعه امريكيه،
بدات يعني بدات تخش فيها الروسي والصيني والفرنساوي، بقى فيها انواع كتيره جدا. وطبعا على مدار ال 30 سنه كل استخدامها بيزيد، يعني في مرضى كتير قوي، في سيدات كتير قوي عارفين عنها وسامعين عنها من اصدقائهم دي عملتها، بدا انتشارها يزيد. طب معلش يا دكتور، انه في ناس بيختلط عليها الامر ما بين بالون المعده وكبسول المعده، ايه الفرق بينهم؟ الكبسوله حجمها تقريبا قد عقله الصباع كده، اهوت بتتبلع عن طريق البق، العين بيشربها عادي جدا. زي الكبسوله العاديه اللي احنا بناخدها، قد الكبسوله العاديه حجمها، قد الكبسوله العاديه هي ده بالظبط حجمها. ايوه متوصله بسلك من بره، بعد ما تخش في المعده بنعمل اشعه، بقى بنبتدي ننفخها هواء. الكبسوله دي جوه المعده. الكبسوله ميزتها طبعا ان مفيش منظار في الاول بيركبها، بتبقى قاعده كده تشربي كبسوله، حاجه سهله جدا. عيوبها ايه بقى؟ عيوبها ان الكبسوله دي بتتملي لغايه حجم 250 مللي. ايوه خلاص. بتتملي ازاي يا دكتور؟ هواء، بتتنفخ عن طريق اشراف حريق السلك، ده بيفضل لسه خارج منها. في سلك فعلا متوصل منها. بتتملي هواء لغايه حجم 250 مللي. خلاص؟ بالون المعده وصل دلوقتي حجمها لغايه حجم تقريبا 750، وفي اكبر من كده بس احنا عاده بنملاها 700-750 مللي. طيب. فانت عشان توصلي لحجم بالون المعده بكبسوله المعده محتاجه على الاقل ثلاث كبسولات تبلعيهم كده. طب ايه الميزه ان انت عملتي كبسول المعده عن بالون المعده؟ بالظبط. ان انت وقللتي المنظار، مش كده؟ ان انت ما عملتيش منظار في الاول، لان حاجه اسهل. صح؟ والموضوع اسهل طبعا بكتير. طيب هي عشان تتشال لازم هتعملي المنظار تاني. يعني برضه هنرجع نتعامل. ما عملناش حاجه، بس هي والحاجه الثانيه بقى الثلاث بلالين دول سعرهم كام دلوقتي؟ تقصد الثلاث كبسولات؟ الثلاث كبسولات دول صغيرين عشان توصلي لحجم بالونه معده واحده. ايوه. الكبسولة المعدة الواحدة بتخش تمنها في 20,000 جنيه، 25,000 جنيه. ثلاثة بيوصل تمنهم لغاية 60,000 جنيه. طبعا ده من الشركة المصنعة ليها. ايوه. فطبعا تكلفتها عالية جدا على المريضة، جنب ان انت ما استفدتيش حاجة، انت هتعملي المنظار تمام. فما اضافناش، يعني مش بترجح قوي موضوع الكبسولة. الحاجة التانية انها لازالت برضو ما خدتش موافقة منظمة الدواء والتغذية العالمية. طيب. واحنا عندنا منظمه الدواء دي والتغذيه العالميه دي، اي دواء لازم ينزل لازم ياخد موافقتها، ده اكيد في العالم كله طبعا. فلا زالت برضو تحت التجربه، بس انتشارها دلوقتي في دول الخليج بقى اكتر، لان فكره زي ما بقول لحضرتك ان انا هبلع وبتاع مش مهم التكلفه. ملهاش اي ضرر، اثار جانبيه، اضرار جانبيه؟ في ناس ما ينفعش يستعملوها، الناس بتبقى عايزه تفهم التفاصيل دي. اضرار الجانبيه بتاعه الكبسوله او بتاعه البالون، ان مثلا البالونه دي برضو من الحاجات الفرق بين البالونه والكبسوله، ان مشكلتها الوحيده انها لو فرقعت او انكمشت. اللي هي مين فيهم؟ الاثنين، البالون او الكبسول. طب ليه ممكن تحصل كده يعني؟ الحته اللي فيها البالون او فيها كبسول عباره عن يعني حته المعده مليانه احماض، مليانه حاجات زي ميه النار، حاجه بتحاول تكويها. طيب. طبعا البالون اقدم وكتير وديزايند انها عمرها ما يحصل لها كده، ونادرا لما بيحصل لها كده الا لو في عيب في صناعه البالون نفسها، او البالونه مثلا كانت مركونه فتره، او المستورد او اللي بيخزنها حصلت منه مشكله. طيب دي ميزه كويسه جدا حضرتك قلتيها دلوقتي، الفرق ما بين الاثنين دول. ايوه. البالونه اللي مليانه هواء انا مش هقدر اعرف اذا كانت فرقعت ولا لا، فممكن تنزل، وطبعا هي بتبقى مصنوعه من مواد انها تنزل عادي في العيان من الحمام، بس مش هقدر اعرف العيان المركب ثلاثه هل واحده راحت الا كل شويه لازم اتابعه باشعه، ولازم كل شويه اطمن عليه. في حين بالون المعده بنملاها ماده زرقاء، صبغه زرقاء، بحيث ان هو لو بدا يحصل، طبعا هي ما بتفرقعش بتنفجر يعني، تبتدي بس تسرب. الدكتور قول للناس، لان هي ممكن تقول لك بتفرقع يعني. لا مش تنفجر، اللي هي تنفجر يعني، اللي هي ممكن مثلا يحصل فيها تسريب. دي اسمها كده يعني. دي اسمها اللي هي البالونه باظت، يعني زي ما نقول البالونه باظت بسبب عيب في التصنيع، وده نادرا ما بيحصل. ايوه. فبيحصل زي تسريب صغير كده فيها، بتبتدي تنزل الصبغه الزرقاء اللي احنا قلنا عليها دهيت، بتبتدي تبان مع العيان، واحنا بنبقى فاهمين اي عيان ان لو حسيت ان لون البول اتغير بقى ازرق بقى اخضر، يبقى كده معانا الماده كده بدات تتسرب. بالظبط كده. طبعا ده هيحصل في خلال يقعد ايام، يحصل مش هيقعد يعني بالونه باظت مش مره واحده كده لا يعني. طبعا ده شيل البالونه. طيب. بياخد مننا اكتر من تركيبها، يعني احنا بنركب بالونه في 10 دقائق، ممكن نشيلها مثلا في ثلث ساعه، نص ساعه، لان احنا عشان نفضي السائل ده بناخد وقت. طب في فيديو بيوضح الموضوع ده. في فيديو ممكن مهم برضو انه الساده المشاهدين طبعا ان هم يشوفوه علشان يقدروا يتشوفوا الوضع على الطبيعه كده اكتر. طبعا. هنا بقى ده شكل البالون وهي داخله. ايوه. من بق العين بتمشي في، طبعا ده المريء، ما بتجرحش اي حاجه، مفيش اي جرح، الموضوع سهل جدا، بياخد 10 دقائق. العين طبعا بياخد بنج بحيث ان هو يبقى مرتاح تماما، ما يبقاش في حاجه
مضايقاه في زوره او حاجه. يعني بنج زي حاجه تعمل له بس؟ لا لا بنج كلي، بس بنج كلي كامل. كامل اه، البنج الكامل غير البنج بتاع الجراحي. اه انا افتكرت بنج يعني حاجه تعمل له ريلاكسيشن، بس لا لا لا, لا, لا كده بنج كامل. بنج كامل هو ما يتحركش تمام، بس البنج الكامل ده بيعبارة عن حقنه بنديها، ده منظر بنانه هيتنفخ، السائل الازرق. طب السائل ده ما فيش خوف منه؟ لا خالص، ده محلول ملح زي اللي بنديه للعيان. اه محلول، لحد بيعلق محلول فهو امن جدا. حتى مش لو مش حاجه غريبه عن الجسم، عباره عن ميه بملح بس طبعا معقم، طبعا محلول ملح. وعليه الصبغه، والصبغه دي حاجه برضو مستخدمه في الاشعه، فحاجه ما هي كل دي اشياء امنه يعني جدا. طيب جدا هنا يعني اتضحت الصوره ازاي الموضوع بيتم، بسيط جدا عباره بشكل مبسط. كمان الموضوع مش على فكره بسيط فعلا جدا, جداً. الموضوع بسيط جدا، وبقولك مش عمليه خالص، وبتتنفخ وبتتشال. حتى سيدات كتير قوي بتفضلها دلوقتي، يعني عارفين مدى امان الموضوع. أيوة. مدى قد ايه الموضوع امن وسهل، وما فقدتيش حته من جسمك، وما تعرضتيش نفسك لجراحه خطره. بالظبط. الفكره برضو مين اللي ينفع يعمل بالون؟ حالا كنت هسال حضرتك السؤال ده، مين بقى اللي ينفع يعمل بالون؟ طبعا بالنسبه للاعمار بنفضل سن من 18 ل 60 سنه. تمام. طب يعني والله يعني اديت مساحه عمر يعني كبيره، لان الموضوع كبيرة امن جدا. يعني طبعا لان تحت ال 18 بيبقى لسه الجسم بيتكون، ما نحبش ان احنا ناثر على امتصاص الاغذيه وكده. طيب الوزن بقى، احنا بنتعامل في الوزن بقى بحاجه اسمها معامل كتله الجسم. تقريبا مبسطا كده هو الوزن مع الطول، يعني ممكن واحده وزنها عالي قوي بس هي طويله، فدي ما اقدرش اعتبرها انها ايه مليانه. فمعامل كتله الوزن ده من 30 ل 40، يعني واحده وزنها مثلا من 70 كيلو لغايه 110 120 كيلو. طيب البالون المفروض انها تخس قد ايه؟ الافرج بتاعها 20 30 كيلو في الست شهور اللي البالون هتركب فيها. ايوه. طيب الناس اللي اكتر من كده، يعني في واحده بوزنها 140 كيلو 150 كيلو، طبعا الناس اللي زي دي مش هقول لك، في ناس خس كتير قوي على البالون 55 و60 كيلو. في ناس وصلت لكده، بس طبعا مش هو ده الاساس. الاساس بتاعنا في الحاله زي دي بقى، لا دي حاجه نسميها الموربيد اوبيزيتي، يعني السمنه المرضيه المفرطه. ايوه. اللي هي بتأثر على مشاكل زي القلب وبتعمل فيها خطوره على حياه البني ادم. بالظبط. طيب الناس دي المفروض انها تعمل الجراحه، ده الفيرست لاين ان احنا نعمله. طب الجراحه نفسها بتفضل، يعني الجراح بيفضل ان العيان يبقى جاي له مركب بالون. ليه بقى؟ لانه اختزل اول 30 كيلو مثلا من جسمه، ده بيقلل له الريسك بتاع التخدير. ايوه. يعني الجراح ما بيرفضش ان العيان يروح يعمل البالون، بالعكس ده هم بيبقوا مرتاحين جدا، بالذات انا عايزه لما اجي كجراح يعني اشتغل، اهم حاجه تهمني ايه؟ حياه المريض ده. انا مش عايز وانا شغال الاقي الاكسجين بينزل، الاقي النبض بيتغير، لان طبعا التخدير بيبقى فيه مشاكل مع السمنه. مش عايز الاقي ضغط على القلب بتاع المريض، انا عايز ابقى مرتاح وانا بعمل ايه؟ بالظبط. الجراحه بالذات ان دي جراحه تستمر العمر كله. يعني تستقبل المريض اللي هم عندهم الاوزان المفرطه مركب بالون المعده. طبعا. مركبه اصلا. ده هيساعدك اكتر في الجراحه وهيقلل الريسك بتاع اي اخطاء. طبعا. تقصد كده يا دكتور؟ طبعا. يعني بالون المعده قبل الجراحه حاجه ينصح بيها جدا، وكل الجراحين ينصحوا بيها، بس فكره زي ما اقول لك يعني كامان للعيان طبعا افضل. طبعا تمام. يعني افضل ان انا اقلل وزنه على قد ما اقدر قبل ما ابتدي اعمل له الجراحه، لان طبعا عمليه الجراحيه خطيره جدا يعني مشاكلها كتير قوي، ريسك على العيان نفسه، بس يعني انا واحنا مضطرين. ففضل ان احنا نبقى مضطرين بس العيان سيف. فاهمه دكتور؟ الحقيقه احنا بنشكرك جدا، طرحت لنا في هذه الوقفه الحقيقه فعلا معلومات جديده ولم تطرح من قبل فيما يتعلق بهذا الشق. اولا استخدام المنظار، خطورته، امانه، سهولته، بدايه استخدامه في عمليات التخسيس، انواع العمليات المختلفه اللي بيدخل فيها المنظار. احنا بنشكرك جدا دكتور احمد اسماعيل، اخصائي الجهاز الهضمي والمناظير بمعهد الكبد وزميل الجمعيه البحثيه لامراض الجهاز الهضمي والكبد. نورتنا يا دكتور، ان شاء الله نشوفك في وقفات قادمه دايما مع الجديد باذن الله. شكرا. ودايما تابعوا الجديد مشاهدينا من خلال طبيب اليوم. الى اللقاء.